نعم شوف هذا نجاوبك واحد جواب رجوع يكون هو الأخير. كاين الخلاف والخلاف، كاين الخلاف العلمي وكاين الخلاف اللي نجبروه في الجطية بحال درك راه قرب المغرب، راه الخلاف على اش يديه داب زين على البطاطا وعلى كذا، هذا ما حاش ندخل في هذاك خلاف وصافي. ما الذي وقع؟ الله تعالى حينما خلق المخلوقات خلق وأراد لهم أن يعمروا هذا الكون، فلذلك صنع فيهم نزعة الخلاف، ولذلك ولا يزالون مختلفين إلا رحم ربك ولذلك خلقهم. وابن السيد البطليوسي له كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف، قال ليختلفوا. كيف يختلف؟ الحضارة الآن هي خلاف ماشي موافق. هذا نأخذ مثلا شخص صنع دراجة، أول إنسان صنع دراجة أو سيارة، لو لم يخالف من جاء بعده لظل بقية السيارة كما الآن. يوميا نموذج جديد من السيارات، نموذج درجة أو نوع جديد من الهواتف المنقولة، أي الهاتف متى بدأ؟ بدأ بسيطا ومدة والأسلاك وكذا وكذا، جينا قلنا هذا الأسلاك فيها كذا، درنا الهاتف المنقول. فهذا الهاتف المنقول كان خصو مثلا يكون فيه صور، كان يكون فيه شحال ديال لي زوبسيون اللي زادوا الان اشياء. يوميا يخرج لك واحد جيل ديال جيل جديد ديال الايفون ولا كذا، هي خلاف. اما قبلنا بالنموذج الاول نبقاو في الاول وصافي. الخلاف رحمه من هذا النوع، ولذلك كان الناس يحبون من علمائهم ان يخالفوا ويخالفوا في هذه الاشياء ويطوروا. احنا عندنا أمة الخلاف العلمي. قرأ كتاب، قرأ انت تقرأ كتاب من الكتب القديمة تجدين فيه المتن، ويجي واحد اخر ما يعجبوش حاجة ويضع عليه بعض، يضع شرح، يجي بعض يدير تقرير، يدير حاشية. فالكتاب الواحد فيه 4 ولا 5 ديال الأنفاس وما كانش تسليم، لأن البعض يتعقب ويقول كان أخطأ في هذا وعاد. ثم العلم تطور بالخلاف، لا ماشي بالموافقة والسكوت والرضا بما قاله الأول، لا نخالف ولكن بأدب الخلاف وباحترام وبإضافة، هذا هو المفروض. فالاختلاف رحمة فعلا للبشرية كلها.